أصدرت مجموعة عمل حماية الطفل، وهي هيئة دولية تعمل على حماية الفتيات والفتيان حسب اختلاف السياقات الإنسانية، فيديوهات حول المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني. تم وضع هذه المعايير الدنيا لحماية الطفل بفضل تعاون المشترك بين الوكالات على نطاق واسع، وهي إحدى عناصر دائرة المعايير. يتطرق هذا الفيديو إلى المعيار التاسع، العنف الجنسي. لمشاهدة الأجزاء الأخرى من هذه السلسلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة عمل حماية الطفل. في حالات الطوارئ يعاني الأطفال وخاصة الفتيات أشكالاً مختلفة من العنف الجنسي، وفي الواقع مخاطر ذلك أكبر بكثير. والعنف الجنسي من أشكال النشاط الجنسي الذي يمارسه البالغون على الأطفال أو يمارسه طفل يملك السلطة على طفل آخر، ويشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي واستغلال الأطفال في تصوير صور إباحية وفي الدعارة وغيرها. يمكن أن يصدر العنف من غرباء أو عناصر مسلحة، وغالباً من أشخاص على معرفة بهم أو يفترض بهم حمايتهم، مثل أفراد الأسرة والمعلمين وقادة المجتمع المحلي. وتعتبر آثار ذلك واسعة النطاق، ولها تأثير على سلامتهم البدنية والعاطفية والاجتماعية، كما أنه من الصعب جداً أن يتمكن طفل من الحديث عما تعرض إليه أو حتى فهمه، فقد يشعر بانعدام الأمان، ولا سيما إذا كان يعرف مرتكب الجريمة. إن العنف الجنسي واقع، وهو قضية جدية تمثل تهديداً لحماية الطفل وأمنه، بغض النظر عن وجود أدلة مادية أو ثابتة. على الناشطين في مجال حماية الطفل خلق بيئة آمنة تقدم الرعاية والراحة اللازمة للطفل الذي تعرض للعنف الجنسي. الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة فئة ضعيفة جداً، بغض النظر عن وجود كوارث طبيعية أو صراعات أو حروب، وما يزيدهم ضعفاً هو تعرضهم للعنف الجنسي، لذا يحتاجون للرعاية. ينص المعيار التاسع على التالي: تتم حماية الفتيات والفتيان من العنف الجنسي، ويزود الناجون من العنف الجنسي بمعلومات ملائمة لأعمارهم، إلى جانب الاستجابة الآمنة والسريعة والشاملة. يؤكد المعيار على مدى أهمية كل من الاستجابة والوقاية في عملنا المرتبط بالعنف الجنسي المسلط على الفتيات والفتيان. تذكر التدابير الأساسية بإجراء تقييم وتحديد الأطفال المستضعفين في سياق العمل، مثل الذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية، أو الذين انفصلوا عن ذويهم أو عن من يرعاهم. الهدف الرئيسي من هذا العمل هو أن نفهم كجهة فاعلة في مجال حماية الطفل والعنف القائم على هذا النوع الاجتماعي تفاعلنا مع الأطفال الناجين وتأثيرنا في قدرتهم على الشفاء، وعلى تدخلنا أن يتوافق مع المبادئ العشرة الرئيسية الموجهة لمعايير حماية الطفل. في حالات الطوارئ أساعد في عملية شفاء الأطفال الذين تعرضوا إلى العنف الجنسي من خلال إعادة ثقتهم بأنفسهم. لسلوك مقدم الخدمة أثر كبير في عملية شفاء الناجين وعملية الإنعاش، لذا علينا أن نظهر تعاطفنا معهم وألا نصدر أحكاماً عند مساعدتهم على شفاء سريع وسهل. فقد نطلق حكماً من خلال سؤال ما نطرحه على الناجين، فمن الخطأ مثلاً أن نسأل الناجية عند ذكره لمكان وقوع الحادثة: لماذا ذهبت إلى هناك؟ لأن هذا قد ينطوي على لوم أو أحكام مسبقة. يجب أن يتمتع العامل الاجتماعي بالتعاطف عند تعامله مع حالة جديدة لأطفال تعرضوا للعنف الجنسي، وأن يتفهم ما مر به الطفل ويضع نفسه مكانه. هذا أمر مهم للغاية. ينبغي تصديق الطفل إثر كشفه لأول مرة عن تعرضه إلى العنف الجنسي. من الأساسي تقبل كل ما يقوله الطفل وتصديقه وطمأنته بأن ذلك ليس خطأه، وخلق بيئة آمنة تقدم له الرعاية والتعاطف. ومن الجدير بالذكر أنه عند كسب ثقة الطفل سوف يشعر بالأمان، وسيكشف عما خاضه، وسوف يتحدث عنه بصراحة، وهو أمر أساسي للمساعد ليستطيع توجيه الطفل إلى الخدمات اللازمة. يحتاج كل من الفتيات والفتيان الذين تعرضوا إلى العنف الجنسي إلى خدمات متنوعة كالرعاية الصحية، الدعم النفسي والاجتماعي، توفير الأمان أو المساعدة القانونية. على العاملين بمجال حماية الطفل الدراية بكامل الخدمات المتوفرة.
لذا فهم الموارد وكيفية استخدامها لدعم هذا النوع من الخدمات المقدمة للطفل أمر مهم جداً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قد تحتاج إلى اتفاقيات تسهل تنقلك لأماكن تقديم الرعاية، فيتم بذلك الأمر تسريع الخدمة جداً، وبذلك نضمن راحة الطفل. يستخدم مقدم الخدمة غالباً ما يطلق عليه مسارات الإحالة، والتي تسمح بمعرفة الخدمات المتاحة والمناسبة للأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي. تشمل هذه المسارات موقعهم وأوقات العمل والشخص المرجع لديهم. تعتبر خارطة الخدمة أداة مهمة في بناء هذا المسار، ويتم ذلك عن طريق استشارة المجتمع، زيارة مقدم الخدمات وطرح مجموعة من الأسئلة، التحدث مع الموظفين ومراقبة البيئة المحيطة. القيام بكل ذلك يضمن توفر آخر المعلومات المدرجة في هذه الخارطة ودقتها، وأن هذه الخدمات المقدمة مناسبة للأطفال بمختلف أعمارهم. من الضروري أن يعتبر جميع العاملين في المجال الإنساني أنفسهم عنصراً فاعلاً في دعم الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي والعمل على حمايتهم. وقد يعني هذا معرفة كيفية تقديم الدعم الفوري للطفل من خلال الاستماع إليه وتصديقه، ومن ثم توجيهه إلى الموظفين في مجال حماية الطفل أو الصحة لتوفير مزيد من الرعاية. يعتبر التنسيق بين مقدم الخدمات أمراً بالغ الأهمية في بناء النظم اللازمة لمنع العنف الجنسي وحماية الأطفال ورعايتهم، كما أنه يزيد من دعم مختلف هياكلها. غالباً ما يقوم الموظفون في مجال حماية الطفل بالتأكد من وجود آليات التنسيق الفعال، حيث يؤدي الفشل في ذلك إلى جملة من الأضرار. من المهم أن تكون مسارات الإحالة فعالة في حالات الطوارئ، وأيضاً أن تكون هذه المسارات سرية لضمان عدم تعرض الأطفال الناجين من العنف الجنسي لخطر أكبر أو للعار والسخرية، والأهم للحفاظ على كرامة هؤلاء الأطفال. في حال عدم وضعنا مسارات إحالة جيدة وفعلية بما يكفي، سندفع الأطفال الذين تعرضوا للعنف إلى الصمت، لأننا سنضطر إلى طرح أسئلة عليهم واستجواب الواحد تلو الآخر في عدة مكاتب، وبالتالي تكرار الإجراءات سيزيد من صمتهم، فمن الصعب عليهم الإجابة على نفس الأسئلة. يمكن لحالة الطوارئ أن تغمر الجميع بمشاعر جياشة، فبالإضافة إلى أعباء العمل والإجهاد، يصعب على الإنسان مشاهدة معاناة الأطفال والأسر. لذلك يساعدنا الاستعداد على التغلب على أعباء العمل ونكون فعالين. وقد يشمل ذلك ضمان وجود آليات التنسيق وإجراءات التشغيل الموحدة المعمول بها، فضلاً عن دعم توعية المجتمعات المحلية أو تنظيم جلسات تدريبية مركزة حول حالات الطوارئ. في حالات كثيرة، وخاصة عندما تكون جديداً في العمل، ينتابك الذعر، لذا يساعدك الاستعداد المسبق على تقليص حدة الهلع من معاناة طفل تؤثر فيك نفسياً. لكن يمكنك التعامل مع ذلك إذا كنت مهيئاً وعلى معرفة بالبيئة المحيطة بك وبالأشخاص الذين ستعمل معهم. في دليل الملاحظات التوجيهية لرعاية الأطفال الناجين الذي أصدرته اليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية، تقييم ذاتي يساعد على دراسة أهم المعتقدات والقيم بالنسبة للأطفال، وبالتالي فهم جوانبها. أنا لازلت أعمل على فهمها ومدى تأثيرها على كيفية تقديم الرعاية لهم. مساعدة الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي ليست مهمة شخص واحد، فهي تتطلب الوقت وجهد الموظفين العاملين في المجال الإنساني والحكومة من قطاعات ووكالات مختلفة. لذلك علينا أن نعمل معاً كفريق ويكون لكل منا دور. أي جهة تعمل بمفردها لن تقدم استجابة ملائمة. تعاون الجهات في عملها يجعلها تقدم أفضل الخيارات، وبالتالي معرفة من يقوم بماذا والوجهة التي يجب أن تحال إليها هذه الحالات تسهل الأمر. والأهم أننا أصبحنا قادرين على إحالة هذا الطفل وتمكينه من الاستفادة من الدعم النفسي والاجتماعي. كنت أجد في السياق الذي أعمل فيه موظفين يعملون على نشر حماية الطفل في المجتمع، وآخرين يتعاملون مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، فكان على الوكالتين ضم جهودهما لوضع اتفاق لطريقة عملهما معاً،
حيث من المربك أحياناً معرفة الوكالة المسؤولة عن إدارة حالة الطفل. لذا من المفيد أن تجتمع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي لمناقشة وربما التعمق في طريقة العمل التي تسعى لاتباعها من أجل مساعدة الطفل. هناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها بمختلف القطاعات، والعمل مع الفاعلين فيها جنباً إلى جنب مهم مع مرور الوقت ليصبح عملنا مثل ردة فعل تلقائية بالنسبة لهم. فعند حدوث شيء ما لطفل يمكنهم توفير الدعم اللازم له بدون وجودنا هناك. كما رأينا، يتعرض الفتيات والفتيان يومياً إلى العنف الجنسي، ويتفاقم هذا الأمر في حالات الطوارئ. فمن خلال جهودكم واهتمامكم يمكنكم مساعدتهم في بدء مرحلة العلاج والتعافي. تتمحور الأجزاء الأخرى من هذه السلسلة حول كيفية استخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل ومعايير محددة لتلبية الاحتياجات. توفر مجموعة عمل حماية الطفل وثائق دعم تطبيق المعايير كالمذكرات المختصرة لتعميم حماية الطفل والإرشادات للتكييف ضمن السياق والنسخ الموجهة للشباب والأطفال ومواد التدريبات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة عمل حماية الطفل.